سميتي فاطمة الخضاري، تكون عندي 70 عام دابا هنايا، وانا هاد الولد انا كتسد عليا البيت وداخل لبيتي، تجا حل عليا البيت ودخل عليا هو مراته وولده وضربوني. ملي ضربوني مشيت ديكلاريتي بيه عند الجدارمية، ما داروا لي حتى شي حاجة والو، ومخرجني من محالي، ما زعما ما مكرفص عليا بزاف، وعقب الصداع الزراع عام الاول الحصاد، كان الحصاد ديال عام الاول ماشي هاد العام، تعرضت للماكينه على قبلش انا اللي حاجره، تعرضت للماكينه جاب لي الجدارميه، هاي ركبتي دابا باقا مفرقعه عليا، وتكرفصوا عليا الجدارميه وتكرفصوا عليا هو وخوتو، راه هو الخامسي خوتو، كاين منهم يوسف ابراهيم اسماعيل كمال رضوان، هادو تكرفصوا عليا بزاف. عقب تاني هاد العام حيدنا عام الاول، مشينا لحقنا للمخزن وداك الشيء ما بانت لينا حتى شي نتيجه. بغيت نشكل الشعب عامة وكل شيء، بغيتهم يعرفوا واحد الحالة في واحد المحكمة طرينا ديال برشيد، كاين الوالد ديالي راجل مسن، راجل كبير في العمر، ودرنا ليه مسطرة ديال التحجير، وما دا عينو واحد الأخ ديالي هو الكبير فينا، عينو نائب على الوالد ديالي مقدم عليه هو اللي يسير الامور ديالو، وطغاو علينا واحد الاخوان وحدين اخرين، خوتي واحد شقيقي وواحدين اخرين من الوالد، طغاو علينا بزاف، ضربونا تعداو علينا. الوالده ديالي ثلاثه الشكايات ما دار لها المخزن والو، كتمشي تطلع عند الجندار من المحكمه، الجندار من المحكمه، ما كاين حتى شي وحده. دابا هذا السيد كيتعنى علينا بشي ولد عمة مراته بالجندار، كيكون عندي كل شيء في يدي، ما عندكم ما تصوروا من ورايا. حنا دابا حنا بغينا غير الحق ديال الوالد ديالنا، راجل مسن محجور عليه، ما خصهمش يتصرفوا ليه في الاملاك ديالو. دابا كل كينتف بوحدو، كل كياخذ بوحدو، هو مليوح دابا راه عندي انا. ما هذا العام ثاني عطاو النيابه لولدي، ولدي انا درت ليه النيابه، ملي درت ليه النيابه جينا سيدي عطانا الوكيل ولا مع القاضي ولا شداك الشيء، عطانا الاذن باش نحاسدو. ناض هو مشينا نحصدو، تعرضوا لينا الماكينة، ملي تعرضوا لينا الماكينة حنا هزينا، دخلوا على ولدي، وولدي ثاني تعرض للماكينة، دخلوا عليه الانستالاسيون وضربوه، راه هي التصويرة كاينة. ملي سيدي لقى هذاك الشيء مشينا حنا، دابا ولينا مبالين على السيد اللي مجروح ومضروب، ولدي أنا. ملي مشينا جاو هما حصدوا الزرع في الليل، بتبنوا بكل شيء داوه، ما خلاو لينا حتى شي حاجه، وحنا دابا كنطلعوا نهبطوا للمحكمه ديال تبرشيد، ما بان لينا والو حتى شي حاجه، لا عند جدارميه ولا في محكمه ولا والو. كيقول لينا رانا عندي عم بن ولد عمة مرتي، هو واقف ليا واخا انا نقتل ونضرب ونجرح ما نتشدش. المهم مؤخرا عاود ثاني تعداو على الاخ ديالي، هو المقدم على الوالد اللي محجور عليه، وتعداو عليه بالضرب والجرح، هانتوما كما كتشوفوا. كرفصوا عليه هما خمسة الناس، سيرتيفيكا فيها 60 يوم، الجندار ما داروا لهم حتى شي حاجة. داكشي اللي كيقول هو هذاك الاخ ديالي رضوان اللي كيقولوا كيطبقوا، كيقول كان المحكمة والسيد ولد عمة مرتي في المخزن، صافي راه ما عندكم ما تصوروا من ورايا. فعل النيت هذاك الشيء اللي شفنا، ما شفنا والو من المحكمة ديال برشيد. ملي كتدخل كيقول أنت عندك من صفة؟ أنت ما عندك الصفة. أنا رانا أنا الوالد ديالي هذاك، حنا ماشي كنطالبوا بالورث ولا شي حاجة، حنا كنطالبوا بالحق ديال الوالد ديالنا يرجع ليه، هذا الشيء اللي بغينا. علاش هو كيتصرف؟ هو عنده الصفة، هو راه ما عندوش الصفة. درنا به واحد الشكايه ديال تبديد محجوز ديال المحصول ديال السنه اللي فاتت، اش دار ليه السيد الوكيل؟ دار ليه متابعه من اجل تصرف بسوء نيه في مال مشترك، هو ماشي مال مشترك، مال ديال المحجور عليه اللي هو الوالد ديالي، ما خصو يمسو حتى شي واحد الا المقدم عليه. وهذا السيد هذا راه كيستغل في الاملاك ديال الوالد هو وخوتي الاخرين. لا اله الا الله محمد رسول الله.